مشاهدينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا وسهلا بكم إلى حلقة جديدة من برنامج يد الوفاء تشاهدون فيها. مديرية شهداء ذي قار تنظم وقفة تضامنية مع ذوي ضحايا مجزرة سبايكر. ملتقى الخالدون النسوي يقيم ورشة تدريبية بشأن إنشاء قاعدة بيانات عن شهيدات العراق. في مديريتي شهداء كربلاء المقدسة والديوانية دورات فقهية في مناسك الحج لذوي الشهداء الفائزين بقرعة الحج للعام الحالي. الطالب زهير كامل عباس ينال شهادة الماجستير في اللغة العربية بتقدير جيد جدا عبر قناة مؤسسة الشهداء. أهلا بكم من جديد. نظمت مديرية شهداء ذي قار وقفة تضامنية مع ذوي ضحايا مجزرة سبايكر بمشاركة عدد من الطلبة والشباب وأعضاء منظمات المجتمع المدني. المشاركون طالبوا بإنزال القصاص العادل بمرتكبي الجريمة من عصابات داعش الإرهابية ومن يتحالف معها من فلول البعث المحظور. التفاصيل في سياق هذا التقرير. في جريمة يندى لها جبين الإنسانية، أقدم إرهابيو داعش ومن يتحالف معهم من مجرمي البعث البائد على إعدام 1700 شاب من العسكريين غدرا في مقر كلية القوة الجوية السابقة التي باتت تعرف بقاعدة سبايكر. ومن أجل تسليط الضوء على هذه الجريمة، نظمت مديرية شهداء ذي قار وقفة تضامنية مع ذوي ضحايا مجزرة سبايكر بالتعاون مع منظمات شبابية وأخرى للمجتمع المدني. المشاركون طالبوا بمعاقبة الجناة ومن يقف وراءهم، مهددين بمواقف أشد ووقفات أوسع ما لم يقل القانون قولته بحق المجرمين. اليوم وقفة احتجاجية من قبل مؤسسة الشهداء والأخوة الطلبة والشباب ومنظمات المجتمع المدني ومنظمات حقوق الإنسان للمطالبة بإنزال القصاص العادل بهؤلاء الذين ارتكبوا هذه الجريمة. كذلك طالبنا من خلال هذا اللقاء اليوم معاقبة دواعش السياسة الذين مهدوا لهؤلاء وأوعزوا لهم بإيحاتهم المتكررة من خلال وسائل الإعلام. هم الذين مارسوا هذا القتل كما مارسه سابقا بشهدائنا الأبرار من خلال البعث المقيت، الآن هم مارسوا هذه الفعلة الجبانة. لذلك هذه الوقفة هي وقفة مهمة، والشرارة الأولى سددق نعوش هؤلاء المجرمين، سيطالهم الحساب آجلا عاجلا. ستكون لنا وقفات أخرى إن شاء الله لإنزال القصاص العادل بهؤلاء المجرمين. منتسبو مديرية شهداء ذي قار أكدوا أن ذوي الشهداء هم الأجدر بمؤازرة ذوي ضحايا مجزرة سبايكر وتبني مشروعهم الإنساني في التعرف على الجنات، لأن ذوي الشهداء وذوي ضحايا سبايكر يجمعهم الهم المشترك وتوحدهم مرارة فقد الأحبة، مشيرين إلى أن جريمة سبايكر تمثل امتدادا للجرائم التي ارتكبها نظام البعث البائد ضد العراقيين. بالوقت اللي يشهد بالعراق هذا السكوت وهذا الموقف المخجل من السياسيين ومن الجهات الفعالة في التعبير عن المجزرة التي قام بها البحثيون الجدد من داعش وأعوانهم، شاركنا اليوم هذه الوقفة المشرفة لشباب بعمر الورود. وقفة وهي الوقفة تعبيرا عن مواساتهم لأقرانهم ولإخوانهم ولأشقائهم اللي فقدوا أرواحهم بهذه المجزرة البشعة، فكان حضورنا وباعتبارنا من ذوي الشهداء
وتلبية لتوجيه المؤسسة بالحضور إلى جانب هؤلاء الشباب، لكون نودوي شباب أكثر من يحس بهذه المعاناة وأكثر من يقدر معاناة الآباء والأمهات والإخوان التي تعتبر امتداد لتلك الجرائم في حقبة البعث المجرم. نتمنى على المسؤولين وكبار المسؤولين أن يتخذوا العبرة من هؤلاء الشباب وأن يقفوا الموقف المشرف وأن يوفوا حق الشعب الذي انتخبهم بالنسبة إلى أعضاء البرلمان، وأن يوفوا حق الخدمة للمسؤولين سواء في الجهات العسكرية أو في الجهات الأمنية. الشباب والطلبة وأعضاء منظمات المجتمع المدني الذين شاركوا في الوقفة التضامنية أرادوا إيصال صوت ذوي الضحايا إلى أبعد المديات، محذرين من محاولات بعض الجهات طمس الجريمة وإخفاء معالمها. احنا بالبداية مجموعة مع الشباب مستقل ما علاقة بأي انتماء، نظرنا أن السياسيين لحد الآن ولا حتى تدخل واحد من أجل القضية، وحتى جاء الحد إلى أن تغلق القضية، فأردنا هذه الوقفة تحيي القضية من جديد وتذكر السياسيين بأنسوا نحن موجودين. نحن تجمع القوى العراقية معروف على السوشيال ميديا شبكات التواصل الاجتماعي، وحتى بأرض العراق عندنا هواي نشاطات، لكن هذا النشاط اليوم الأول من نوعه في ذي قار، ردنا تكوين للتذكير السياسي للمحافظة بشكل محلي وشكل مركزي لا ينسون هذه القضية، ونطالب ليس فقط المجرمين هم معروفين، نطالب بكل من تلطخت أيديهم بدماء شهداء سبايكر أن تفتح القضية من جديد ونعرف ماذا حصل هنا، لأن إذا حصيل ذي قار أكثر من 400 ومجهول المصير وما حد يعرف لحد الآن. وقد تكون الوقفة التي وقفها ذوي الشهداء في ذي قار للمطالبة بالقصاص من مرتكبي جريمة سبايكر هي الأولى من نوعها على مستوى المحافظة، لكنها لن تكون الأخيرة حتى ينال الجناة جزاءهم العادل. أقام ملتقى الخالدون النسوي ورشة عمل لتدريب مسؤولات وحدات الملتقى في بغداد والمحافظات بشأن البرنامج الذي عده الملتقى، والذي يهدف إلى إنشاء قاعدة بيانات متكاملة عن شهيدات العراق توثق سيرهن ومواقفهن في مقارعة نظام البعث البائد. المزيد في التقرير الآتي. أقام ملتقى الخالدون النسوي ورشة عمل تهدف إلى إنشاء قاعدة بيانات عن شهيدات العراق اللائي ضربن أروع الأمثلة في الصمود لوجه طغيان البعث. تناولنا مفهوم التوثيق ولغة التواصل مع عوائل الشهيدات وأهمية كتابة التاريخ وضرورة الإسراع في توثيق الشهيدات، وكذلك برنامج ثاني هو توثيق معاناة ذوي الشهداء من النساء. الحقيقة تم التأكيد اليوم على ملف الوفاء للشهيدات الذي يتضمن توثيق سير الشهيدات وجمع مقتنياتهن والتواصل مع عوائلهن من أجل كتابة تاريخ هذه الشهيدات. والحقيقة هذا البرنامج قد يكون متأخرا بعض الشيء، لكن لابد أن يدار بمهنية، لأنه لا تستحمل القضية أن يتم التواصل مع عوائل الشهيدة أكثر من مرة، لأنه عبارة عن فتح للجروح ونكئ للآلام. وعوائل الشهيدات حقيقة ملف زاخر بتضحيات المرأة العراقية، لكنها لم توثق بما يتوجب ولم نصل للمستوى المطلوب، لكن مشوار الألف ميل يبدأ بخطوة، والحمد لله وجدنا تفاعل من المديريات كافة، ورشحوا من المسؤولات الوحدات نساء كفؤات ونساء يحملن قضية الشهيدة العراقية. ورشة العمل التي شاركت فيها مسؤولات وحدات ملتقى الخالدون النسوي في بغداد والمحافظات ناقشت برنامج العمل الذي أقره المنتدى، كما تضمنت منهاجاً تدريبياً يمكن المسؤولات من جمع المعلومات عن شهيدات العراق لإغناء قاعدة البيانات الخاصة بالشهيدات. أقام ملتقى الخالدون النسوي ورشة عمل في قسم التدريب والتطوير، وذلك لتأهيل مسؤولات وحدات ملتقى الخالدون في المديريات.
وذلك التدريب انه تاهيلنا على كتابه السير وتوثيق سير الشهيدات. ورشه العمل كانت تتضمن توثيق السير الذاتيه للشهيدات وكيفيه توثيق تلك الصور من خلال بيانات ومعلومات درجت في قوائم بين تلك المعلومات الحقائق والوقائع الكاملة للشهيدات. تطرقت العضوة الست عطور بشرح مفصل لتلك البيانات مما يتيح للشهيدات وجود قاعدة بيانات كاملة وثابتة إن شاء الله في الأيام القادمة. إحنا نريد نوثق لأن هذا راح يحكي تاريخ الشهيدات مختص بالشهيدات مو للشهداء، الشهداء إن شاء الله موثق، ولكن الشهيدات لأن أكو فد حاجز يعني خاصة بالنسبة للمجتمع العراقي يعني النظرة بالنسبة للشهيدة وأكثر العوائل يعني تخجل أصلا يعني بأن عندها شهيدة، فإحنا نحاول نوثق تاريخ الشهيدات من خلال الالتقاء بعوائلهم ومن خلال يعني ندعو عوائلهم يمكن يجون للمؤسسات للمديريات يحكون عن تاريخ الشهيدات. وتمثل ورشة العمل استمراراً لجهود مؤسسة الشهداء في حفظ تراث الشهيدة العراقية والتذكير بتضحياتها في مقارعة الدكتاتورية، حرصاً من المؤسسة على ترسيخ الشهادة كقيمة عليا لا يبلغ مدياتها إلا من آمن بقدرة الدم في الانتصار على السيف. استعداداً لإرسال ذوي الشهداء إلى الديار المقدسة لأداء فريضة الحج على نفقة المؤسسة، نظمت مديريتا شهداء كربلاء المقدسة والديوانية دورات فقهية في مناسك الحج، شارك فيها ذوي الشهداء الفائزون بقرعة الحج للموسم الحالي لكي يتمكنوا من أداء مناسك الحج بشكلها الشرعي. لنتابع هذا التقرير. منذ انبثاقها دأبت مؤسسة الشهداء على تقديم أفضل الخدمات إلى ذوي الشهداء ومن بينها إرسالهم إلى الديار المقدسة لأداء فريضة الحج على نفقة المؤسسة، تعويضا لهم عن الحرمان الذي عاشوه في حقبة حكم نظام البعث البائد. واستعدادا لموسم الحج للموسم الحالي، نظمت مديريتا شهداء كربلاء المقدسة والديوانية دورات فقهية في مناسك الحج، ضيفتا فيها متخصصين في الفقه لشرح المناسك ومقدماتها وكل ما يتعلق بها. تقيم مديرية شهداء كربلاء المقدسة وبالتعاون مع العتبة الحسينية المقدسة مؤتمر لذوي الشهداء من الفائزين بالحج لهذا العام حول توضيح وتعريفهم بمناسك الحج لهذا العام، ونتقدم بالشكر الجزيل إلى العاملين في مؤسسة الشهداء على هذه الخدمة لذوي الشهداء، كون المؤسسة تقوم بدفع مصاريف كافة تكلفة الحج بالنسبة لذوي الشهيد. كما لا يفوتنا أن نتقدم بشكر جزيل إلى العتبة الحسين المطهرة في الخدمات الجليلة التي تقدمها لذوي الشهداء في المحافظة، وباسمي وباسم مديرية شهداء كربلاء لا يسعنا إلا أن نتقدم بشكر جزيل لكل العاملين في المؤسسة وفي العتبات المقدستين عباسية والحسينية بالشكر الجزيل لما يقدمونه من تعاون لتذليل الصعوبات داخل المحافظة لذوي الشهداء. طبعا الغرض من هذه الدورة هو أولا بالبداية التعرف على المتعهد وعلى المرشد والتعارف فيما بين الحجاج، هي قضية مهمة. الحاج من يتعرف على المتعهد اللي راح يطلع وياه والمرشد الديني ويمكن يلقى بعض الأصحاب وبعض المعارف أو يشوفهم ناس يعني كأنما مثله يحملون نفس الأمل والطموح والشوق إلى بيت الله الحرام، هاي هواي تذلل الكثير من الصحاب. وحرصا من مؤسسة الشهداء على تقديم أفضل الخدمات إلى الحجاج من ذوي الشهداء في رحلة الحج، فقد اختارت المتعهدين من ذوي الخبرة في هذا المجال ليوفروا سبل الراحة إلى الحجاج تعويضا لهم عن معاناتهم. نحن اليوم جينا مجموعين إلى القيام بدورة الحجاج الكرام ضيوف الرحمن لتوعية الحج و إرشاده حول موضوع
تروك الإحرام والصلاة والوضوء والإرشادات العامة حول السفر، حقيبة الحاج ووضعية المطار والفنادق وما يحمله الحاج معه من مستلزمات من أدوية وباقي مستلزمات الحج. ونسأل من الله أن يتمم علينا بالخير والبركة. ونحن الآن في مؤسسة الشهداء محافظة القادسية الديوانية مشكورة على هذه الجهود المبذولة من قبل الإعلاميين ومن قبل إدارة المؤسسة الحج أمين وسيد محمد وأستاذ صلاح الإداري اللي ذاهب معانا، المرشد الديني والمرشدة مشكورين على الجهود اللي بذلوها وتحملوا عناء السفر من النجف إلى محافظة القادسية، وقاموا بالتوعية والإرشاد حول المناسك الحج وحول الصلاة والوضوء. مناسبة تجمعنا هذا المحاضرة، فالتجمع صار يختلف عن باقي السنين. باقي السنين كان يصير محاضرات عندنا بالمساجد اللي كنا نسويها، فكان اعتماد على الشرح النظري، فهسه كتب التنسيق بينه وبين عتبة الحسينية، فد مجسم هذا اللي سد أشوفه وراكم مجسم الكعبة، راح يصير شرح بشكل عملي، فالأخطاء اللي يقع بها الحاج والحاجة راح تقل، ما راح تتكرر، لأنه راح يصير في الشرح عملي بالنسبة بين المرشد والحجاج بالتنسيق مع المتعهد. ذوي الشهداء الفائزون بقرعة الحج التي أجرتها مؤسسة الشهداء في وقت سابق أشادوا بالجهود التي تبذلها المؤسسة في رعايتهم وتمكينهم من أداء فريضة الحج، مؤكدين أهمية الدورات الفقهية في توضيح مناسك الحج، وهم يستعدون للسفر من أجل أداء هذه الفريضة. هيئة الحج بالديوانية أقامت جلسات، عدة جلسات لتوضيح ما يحتاجه الحاج وما يحتاجه الحجي حتى تكون الحج مضبوط صحيح على وجه الدينية الشرعية صحيحة، وسووا جلسات ثلاثة بينونا بها المواقف الأشياء اللي يحتاجها الحجي، اللي عدم الجدال بالحاج، عدم تبذير، الأكل أن لا يكون كثير، الأشياء اللي يحتاجها الحجي. كل عام وانت بخير إن شاء الله، والمؤسسة الشهداء بالخير إن شاء الله، وجميع العاملين بيها من صغير إلى كبير، ونشكرهم على معلوماتهم لنا وتدريبنا على بعض الأشياء اللي ما نعرفها وما نقدر يعني نسويها مثل ما الحج، وإن شاء الله نتمنى لهم الموفقية. وما أسست المؤسسة الشهداء ما قصرت ويانا، والحمد لله، وكل العاملين بيها بخير ونعمة. ذوي الشهداء الذين شاركوا في دورات مناسك الحج أشادوا بالجهود التي تبذلها المؤسسة في رعايتهم، لا سيما إرسالهم إلى الديار المقدسة لأداء فريضة الحج على نفقتها الخاصة، مشيدين بمستوى أداء المرشدين الدينيين في توضيح الجوانب الفقهية المتعلقة بمناسك الحج. الحقيقة تعرفنا اليوم على الاجتماع ويا الحجاج، وتعرفنا على الشيخ والسيد المتعاهد السيد محمد السيد حسن، اثنين استفادينا من الشيخ بعض القضايا مثل الوضوء والصلاة مقام السيد إبراهيم عليه السلام والمناسك مال الحج والعمرة والحج التمتع، هذين كلهم شرح الشيخ وحسن استفادينا منه. علمتنا المؤسسة أشياء يعني هو يعني على مراسيم الحج، وعلى يعني واهتمت بينا اهتمام جيد، ويعني ودارونا يعني بكل شيء يعني، وعلمونا مراسيم إحنا ما نعرفها يعني قبل، فعلمونا يعني بأشياء يعني هواية، لأن إحنا ما نعرف كل المراسيم والشيء. علمنا الشيخ وعلمتنا المرشدة الديني على كل شيء يعني، ويعني متابعينا يعني بكل شيء يعني، ما عافونا الحمد لله والشكر
يعني مهتمين اهتمام يعني جيد بينا احنا شريحة الشهداء. إرسال ذوي الشهداء لأداء فريضة الحج على نفقة مؤسسة الشهداء جزء من الرعاية التي توليها المؤسسة إلى هذه الشريحة العريضة، عرفاناً لدماء الشهداء وتعويضاً لذويهم عن الحرمان الذي عاشوه في حقبة الدكتاتورية. في كلية التربية بجامعة بغداد حصل الطالب زهير كامل عباس على شهادة الماجستير في اللغة العربية بتقدير جيد جدا، لينضم إلى كوكبة الطلبة من ذوي الشهداء الذين ينالون شهادات عليا عبر قناة مؤسسة الشهداء مع هذا التقرير. تواصلا مع جهود مؤسسة الشهداء في دعم الطلبة من ذوي الشهداء، شهدت كلية التربية في جامعة بغداد مناقشة الطالب زهير كامل عباس عن رسالته للماجستير الموسومة الزمان والمكان في نهج البلاغة، إذ قررت لجنة المناقشة منح الطالب شهادة الماجستير في آداب اللغة العربية بتقدير جيد جداً. كانت مناقشة علمية جادة ورصينة، شارك فيها مجموعة من الأساتذة الأفاضل، وقد دافع الطالب عن رسالته، فقد كان يعني جديرا بأن يكتبها مثل هذه الرسالة، فهو من الأصل يعني أحد طلابي الجيدين المجتهدين، واستحق بجدارة هذه الدرجة العلمية. في رسالته للماجستير ناقش الباحث بأسلوب نقدي معاصر النصوص الواردة في نهج البلاغة والأشكال الجمالية في استخدام الإمام علي عليه السلام للزمان والمكان في خطبه وأقواله وحكمه، فنال استحسان لجنة المناقشة التي أشاد أعضاؤها بالدعم الكبير الذي تقدمه مؤسسة الشهداء إلى طلبة الدراسات العليا من ذوي الشهداء. تناولت المسألة الرسالة قضايا الزمان والمكان، وهي قضايا نقدية حديثة في ثنايا كلام الإمام علي عن نهج البلاغة. حاول الباحث فيها زهير أن يكشف عن جوانب من جماليات هذا النص ومن سحر إعجازه، وقد كان لمؤسسة الشهداء بدعمها الكامل لطلبتها في اختيار هكذا مواضيع. الهدف من عندها هو إبراز فكر آل البيت وفكر الإمام علي وفكر الإسلام الحقيقي المعتدل الوسطي إلى الساحة، مما يؤكد وقوفها على مستوى واحد من جميع فئات الشعب ودعمها لأبناء الشهداء ودعمها لأبناء المظلومين في المضطهدين من عهد النظام البائد، متمنين لشخص رئيسها ولها دوام الموفقية ولطالب زهير دوام التقدم والموفقية. الباحث ثمن الدعم الذي تقدمه مؤسسة الشهداء إلى طلبة الدراسات العليا من ذوي الشهداء، مشيداً بفسحة الحرية التي وفرتها الحياة السياسية في العراق الجديد، والتي مكنت طلبة الدراسات العليا من اختيار موضوعات كان محظوراً تناولها في الدراسات العليا. مناقشة كانت حيوية وفعالة جداً، وقد اخترت هذا الموضوع من صميم عقيدتي كأنه موضوع كان محروماً علينا أن ندرسه، وأشيد بدور مؤسسة الشهداء بهذا المجال، حيث أنا قبلت على الشهداء في هذه الكلية للدراسات العليا، ومتابعتهم مساهمتهم الفعالة في المتابعة بإكمال دراستي والحصول على شهادة الماجستير. ويأتي الدعم المتواصل الذي تقدمه مؤسسة الشهداء إلى الطلبة من ذوي الشهداء ليحصلوا على الشهادات العليا، تأكيداً لحرصها على الارتقاء بذوي الشهداء إلى مستويات تليق بتضحياتهم. مشاهدينا الكرام، بهذا تنتهي حلقة اليوم من برنامج يد الوفاء.
راسلونا على البريد الإلكتروني الظاهر أسفل الشاشة. حتى نلتقيكم في حلقة جديدة، نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.